أعزائي المشاهدين مساء الخير. كيف يبدو مستقبل الخليج العربي دولا وشعوبا وعملا مشتركا؟ هل يصبح الخليج نموذجا للعمل العربي المشترك؟ وما هي أبرز تحديات هذه المنطقة المهمة من العالم؟ الخليج العربي اليوم وغدا عنوان الحوار في الحرة تقدم من أبوظبي، حيث جمع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية نخبة عربية وغربية في مؤتمره السنوي 16 للتباحث في التطورات الاستراتيجية العالمية واستشراف مستقبل الخليج والعالم العربي. نستضيف في هذه الحلقة الدكتورة منيرة فخرو الأكاديمية والناشطة السياسية، وأيضا نرحب بنصيف حتي، الدكتور نصيف حتي، سفير جامعة الدول العربية في باريس. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. نبدأ مع الدكتورة فخرو. دكتورة فخرو، يعني موضوعنا في هذه الحلقة هي التحديات التي تواجه الخليج العربي. أنا سؤالي برأيك أبرز تحدي يواجه المنطقة ما هو؟ أبرز، يعني أنا لما نقول تحدي واحد صعب، لكن هي قضية الانتقال من النظام القديم إلى نظام القانون، دولة القانون. نريد هنا دولة القانون، هذا التحدي الكبير. في تحدي مهم جدا وهو أيضا مهم، قضية العمالة الأجنبية وإحلال العمالة المحلية مكانها. هذه قضية كبيرة كبيرة، ومثل ما لاحظنا أمس سمو الأمير تركي الفيصل طرح تحديات كثيرة ووضع استشراف لمستقبل الخليج. دكتورة فخرو، بس يعني الملاحظ أنك كأني أفهم منك أنك استبعدتي التحديات السياسية، بمعنى تتحدثين عن قضايا العمالة، تتحدثين عن قضايا التنمية أو الاقتصاد. طب ألا تعتقدين أن هناك تحدي سياسي اليوم هو التحدي الإيراني الذي يواجه المنطقة؟ أي، أنا لما تكلمت أول شيء عن القانون أقصد دستور، تغيير الدستور في البحرين. قضية تغيير الدستور هي التي أدت إلى الأزمة التي نحن فيها الآن في البحرين، لأن لم يكن هناك تفاهم وجاء الصقور ووصلنا إلى ما وصلنا ماذا إليه. ماذا تقصدين بالصقور أو من الصقور؟ أنا اللي أقصد أن المعارضة والنظام نفسه، هناك أشخاص في النظام محافظين جدا يريدون إبقاء الأمور على ما هي عليه، وهناك أيضا أشخاص في النظام يريدون التطوير والتفاهم، وكان من يريد التطوير والتفاهم هو سمو ولي العهد. هناك أيضا في المعارضة أناس يريدون التطوير والتفاهم، ولكن هناك صقور، فتغلبت لغة الصقور وانتكس الوضع إلى شيء لا نعلم ماذا سيحدث لنا غدا. أنا سوف أدخل بالموضوع البحرين تفصيلا بعد، إنما سوف أركز مع دكتور حتي. سؤال نفسه الذي طرحته على دكتورة فخرو، أنت برأيك أهم تحديات التي تواجه منطقة الخليج العربي؟ يعني شوف، دعني أقول أولا هنالك تحدي أمني هيكلي أساسي في المنطقة. الدور العراقي، اختفاء الدور العراقي لفترة وتحول العراق فترة من دولة أساسية من لاعب أساسي، أيا كان رأينا في المشاغل والمشاغبات التي قام بها ذاك اللاعب حينذاك، إلى ملعب، ونو حاليا عودة العراق إلى وضع طبيعي نرجو أن يتم اليوم قبل غدا، أحدث حالة من الخلل في المنطقة. كان هنالك توازن، دعني أقول توازن أساسي عراقي إيراني في المنطقة، وتوازن مثلث ثلاث أقطاب. هنالك خلل بنيوي في المنطقة، واحد. اثنين، هنالك هجمة لنفط وغير نفط في المنطقة، اهتمام بالمنطقة، يعني القيمة هجمة على المنطقة، هجمة عالمية، القيمة المضافة الجيو استراتيجية للمنطقة قيمة كبيرة جدا، وبالتالي تركز. ثالثا، هنالك تحدي عملية البناء الداخلي عبر ديناميات مختلفة لقطب هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يواجه بالطبع تحديات من الخارج وثم تحديات عملية بناء داخلي. البارح سمو الأمير تحدث عن موضوع نموذج اعتماد نموذج الاتحاد الأوروبي لبناء جماعة، دعني أقول أنا استعمل جماعة خليجية
في إطار مجلس التعاون لتعزيز التعاون عموديا وأفقيا للتحول أولا لخدمة مصالح الشعوب ولخدمة مصالح هذه الأوطان، ولكن في المجالات السياسية الأمنية الخارجية ما يسمى بالأمن الصلب، لكن أيضا في مجالات الداخل الاقتصاد والاجتماع وغير ذلك مع ضرورة الإصلاح. هذه أعتقد عناوين أساسية لتحديات، مع التأكيد أود دائما أن نضيف شيء أساسي أيضا أتحدث على هذا المنظور الاستراتيجي الماكرو استراتيجي، أنه المنظومة الخليجية عند عمق العربي أيا كانت علاقات البعض أو العلاقة في هذه المنظومة مع البعض في البيت العربي الواسع، ولا أتحدث من منظور عاطفي أو إيديولوجي، أتحدث من منظور سوسيولوجي استراتيجي تاريخيا، وفي كافة الأزمات التي واجهتها دول الخليج كان هنالك الدور العربي دور أساسي، هو عمق وهو دور موازن يا دكتور في المنطقة. أنت لا ترى أن هناك تمدد إيراني في المنطقة يشكل جزء رئيس من المشكلة التي تعاني منها لا سيما دول الخليج العربي؟ هلا طبعا التمدد الإيراني نشهده في لبنان ونشهده في العراق أيضا، إنما أنا اليوم أركز على موضوع الخليج العربي. أنت تستبعد دور التمدد الإيراني برأيك؟ لم أستبعد، ولذلك أنا دخلت لأقول لأخلص في واجهة معينة. إنه اختلال التوازن في الخليج فتح الباب بقوة إلى إيران أيا كانت إيران، يعني أيا كان العنوان الإيديولوجي أو اللباس الإيديولوجي التي تحمله دولة إقليمية أساسية تطمح للقيام بدور، هذا فتح هذا الاختلال البنيوي في المنطقة مع الاختلالات العربية فتح الباب. أنا أذكر يا صديقي بمطلع الثمانينات كنت بدأت عملي في الجامعة العربية خلال الحرب العراقية الإيرانية، كان الكلام دائما إذا سقط العراق ستصبح إيران قوة متوسطية. هنالك ميكانيزم توازن أيا كان، مع احترامي لكافة الاتجاهات أيا كان العنوان الإيديولوجي لهذا البلد أو لذاك البلد، هذه أمور أساسية. إذن كيف تدفع بإيران للتعاون بدل أن تكون للبعض مصدر تهديد مصدر تعاون عندما يكون هنالك توازن على الأرض على الأرض الاستراتيجية؟ يعني أنت رحت الآن فكرة حقيقة مهمة، أريد أن أعرف رأي الدكتورة فخرو فيها. تحدث الدكتور نصيف عن أيا كان البعد الإيديولوجي أو العامل الإيديولوجي عند إيران لها أهداف، أنت برأيك الخوف من إيران لو افترضنا أن إيران كانت نظام مختلف عن النظام الحالي يعني غير نظام الملالي، هل كانت الخشية الخليجية هي ذاتها بالنسبة لإيران والخوف من إيران؟ يا الـ 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 النظام أيام الشاه بعد كان في خشية بالنسبة لي. إلى أي مدى تشبه تلك الخشية التي نعيشها اليوم؟ الخشية كانت في التمدد والتوسع، وأيام الشاه كان في مطالبة بإيران، لكن نعلم أن عام 71 مطالبة بالبحرين عام 71 حسمت القضية كيف؟ بأن أتى ممثل للأمم المتحدة وعرض ورأى رأي أهل البحرين، وغالبية وكل الشيعة طبعا غالبية شعب البحرين قالوا نحن نريد البحرين دولة مستقلة تابعة للجامعة العربية. ذيك الأيام ما كان في مجلس التعاون، يعني لو بدي أفترض تم هذا الاستفتاء اليوم، أنت برأيك الجواب يكون هو نفسه؟ بس أريد إجابة أيوة صريحة منك. إجابة لو اليوم صريحة. نحن أيوة سألنا سكان البحرين والغالبية الشيعية تريدون الانضمام إلى إيران أم البقاء في المملكة البحرينية؟ في المملكة البحرينية. المملكة البحرينية. شو رأيك؟ أنا أعتقد أن شعب البحرين الشيعة من البحرين سوف يؤيدون بقاءنا في البحرين، والامتداد يعني النظرة البحرينية أو الشيعية إلى إيران هي نظرة دينية، مثل ما تعرف أن النظام الشيعي نظام تراتبي وأن هناك قيادات دينية في كل مكان، يعني سواء في النجف أو في قم أو في كل مكان، وهم ينظرون عبر الحدود دائما، القضية الدينية أو الطائفية عابرة للحدود، ولكن أهم شيء أنهم ما يعرفون مصلحتهم ماذا، كيف ستحدث إيران، هل ستحدث نقلة نوعية في حياتهم؟ كلا، هم عرب ويتكلمون اللغة العربية، ولكن نحن كلنا نريد التفاهم مع إيران وتوسع التجارة فقط. أنا أتصور أنت توافق يعني أنا معدي أدنى يعني عندك أنت نموذج حزب الله في لبنان. أنا حقول لك يعني أريد أن أميز بين حالتين، بين حالة تماهي من البعض
قد يكون أكثري أو أقلاوي، سياسي أو عقائدي، سياسي أو عقائدي أو سياسي وعقائدي مع دولة أساسية في المنطقة شيء، وبين الانتماء أكرر الوطني السوسيولوجي، يعني أتحدث والدكتورة أدرى مني، شيعة البحرين هم بحرينيون 100% وانتمائهم عربي كما هم شيعة العراق وكما هم، يعني هذا عندما يحصل تماهي إيديولوجي عند البعض هذا شيء، وعندما يحصل تماهي سياسي أيضا للحظة معينة هذا شيء، ولكن الانتماء الوطني ودعني أقول الانتماء القومي موضوعين مختلفين كليا عن تماهيات. أنا لا أخفف من تأثير التماهي في لحظة معينة، نعم، ولكن أطرح السؤال كيفية معالجة هذا التماهي. نحن لا يجوز أن نفصل هذا الأمر عما هو حاصل، موضوع أبعد من إيران، تراجع الفكر دعني أقول المدني، البعض يتخوف من تعبير علماني، الأفكار القومية بكافة مذاهبها والوطنية بكافة مذاهبها، وانتشار البلقنة المذهبية في العالم العربي، هنالك بلقنة مذهبية، هنالك دول مقسمة بسيكولوجيا مذهبيا، حنحكي بكل صراحة ما نخفي الأمور تحت عناوين كبيرة في لبنان وفي غير لبنان، ونحن في لبنان عندنا حساسية جادة لأن ندرك هذا الأمر. عفوا عن هذا خطر جدا، وهذا يفتح الأبواب للتدخل من الجميع. سوف أعود، إنما اسمحوا لي أتوقف أعزائي المشاهدين في استراحة قصيرة، نعود بعدها إلى الحرة تقدم، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، من جديد إلى الحرة تقدم مع دكتورة منيرة فخرو وسعادة السفير نصيف حتي. بدي أطرح عني، يعني عندي أكثر من موضوع، بس لنبدأ بموضوع مجلس التعاون الخليجي. الأمير تركي الفيصل طرح فكرة تعميق عمل مجلس التعاون الخليجي إلى حد أنه طرح أن يتحول المجلس إلى ما يشبه الاتحاد الأوروبي. طيب أنا سؤالي برأيك، ما هي العوائق الرئيسية التي تمنع تفعيل عمل مجلس التعاون الخليجي أو التحول إلى جواز سفر واحد، إلى عملة واحدة، إلى جيش واحد حتى ممكن؟ أنا في رأيي أنانية بعض دول الخليج، بعض دول الخليج أقل غنى من غيرها، الدول الأقل غنى نشوفها تريد الوحدة الفورية أصلاً، الدول الغنية جداً تريد أن تبقى محتكرة لهذه الأموال اللي ما حدث في التاريخ، يعني أكثر أموال حدثت في التاريخ في يد دول صغيرة جداً نشوفها. النقطة المهمة في هذا الموضوع ليس فقط أنانية هذه الدول، ولكن مصالح الدول الأجنبية وبالذات الدول الغربية فيها أيضا تتدخل هذه الدول. لكن ما طرحه الأمير تركي الفيصل بأن يكون هناك، نكون هناك أكثر وحدة، أكثر اتحاد، يمكن مهم جدا. نحن في البحرين جغرافيا ننتمي إلى الجزيرة الأم، وبالذات عام 86 لما تأسس، لما أنشأ الجسر اللي بيننا وبين السعودية، أنا في رأيي أصبحنا تقريبا جزء من المنطقة، والمنطقة أصبحت جزء منا، المنطقة الشرقية، لما نقول المنطقة عندنا يعني الشرقية. تعرف أن هناك غالبية شيعية في البحرين، وهناك مجموعة كبيرة جدا من الشيعة في المنطقة الشرقية، وهؤلاء ينتمون بصلة النسب لبعضهم البعض. نعم. اللي أبي أقوله أن حتى أمس يعني انتماء أهل البحرين للمجلس التعاون، لما الحين في تعسف طبعا في القبض وفي على اللي ينتمون الى الطائفه، وبالذات بالنسبه للايرانيين البحرينيين من اصل ايراني شيعه ما لهم علاقه بالسياسه، دخلوا عليهم فتشوهم تضرروا شويه، اهم شيء قررت سيده البيت بكره وليس بعد بكره ان لازم ننتقل الى دوله خليجيه معينه لنعيش، ما قالوا بنروح ايران، قالوا بنروح هناك حتى لحد ما تهدأ الامور. دكتوره فخرو، قبل ان انتقل الى السفير حتي، انت ذكرت قضيه الانانيه عند بعض الحكام وقضيه الدول الغنيه والدول الفقيره، انما برايك الاخطار التي باتت تواجه اليوم، يعني اليوم في موضوع هو موجه تغيير تعم العالم العربي. طيب اولا سؤالنا، هل هناك استثناء خليجي؟ سؤالي
الذي أبغيه قبل أن أدخل موضوع الاستثناء الخليجي مع دكتور حتي، الأنانية التي تحدثت عنها جراء هذه الموجة من التغييرات إضافة إلى التمدد الإيراني إلى ما هنالك، ألم تخفف من حدة الأنانية وتجعل دول الخليج الصغيرة أو غير الصغيرة تسعى إلى وحدة أكثر، معاهدات دفاعية أكثر، توثيق تعاون عسكري أكثر؟ هو التعاون العسكري موجود والتعاون الدفاعي موجود، وهذه فقط اللي موجود نشوفه. نحن نريد توحيد أنظمة حديثة، يعني لما توحد توحد أنظمة هنا. أين دور الشعوب والحركات في العالم العربي الآن؟ هي حركات الشباب، الشعب يعني الجزء الشبابي من الشعوب العربية هم اللي قاموا بكل الحركات في كل المنطقة، وهذا يحدث ليس فقط في البحرين وعمان بل في مدن كثيرة في المنطقة ككل. ونلاحظ أن الكويت الوحيدة فقط التي لم ترسل جيش إلى البحرين بسبب أن هناك برلمان موجود في الكويت، هناك قوانين، هناك رأي موجود خارج الرأي الرسمي. لما الكويت أرسلت أمس قافلة طبية أعيدت إلى الكويت، يريدون دفاع وأسلحة وناس، ما يريدوا قوافل طبية. يعني ما هذا الذي يحدث؟ دكتور حتى يعني في استثناء خليجي برأيك؟ لا، لكن دعني أقول، لأنه قالت أكثر من نقطة مهمة دكتور. دعني أقول أولا أنه ما طرحه سمو الأمير تركي البارحة حول نموذج الاتحاد الأوروبي، وهو نموذج عمل تدرجي، نركز على التدرجية. نعم. مشكلتنا في الفكر السياسي العربي أبعد من الخليج كل شيء أو ألا شيء، ومشكلتنا لا نعطي مضمون عادة مصلحي وطني لهذه الأمور. طيب. نستبدل، تصبح الإيديولوجيا بديلا والأوهام بديلا عن واقع. التماثل المجتمعي رغم هذا إيجابي جدا، التماثل الاقتصادي يخلق مشكل، ولكن الشعور الإدراك بخطر خارجي هو عنصر دافع أساسي لتوحد. ونظرة السيادي نظرة أيضا دائما نسبية، يعني اليوم السيادي مفهوم نسبي، وبالتالي أعتقد أن هذه المخاطر وهذه التحولات وتطورات في المنطقة العربية والخليجية بشكل خاص يفترض أن تحفز دول الخليج نحو مزيد من الاندماج الخليجي. نتحدث حاليا في العالم عن إقليمية جديدة، عن نماذج من الاندماج، وهذا شيء أساسي وجدا يتجاوب يفترض مع مصالح كل شعب من الشعوب، شعوب الدول المكونة الخليج. فيما يتعلق بالاستثناء، أنا قلت شيء، ما حصل وانطلق التسونامي العربي الذي انطلق من تونس، التسونامي العربي، التشابه هو في حالة التغيير في الحراك وفي المطالب الشعبية وفي ديمقراطية التمثيل، بمعنى الجميع أراد هذا الشيء بالنسبة للخليج وأوضاعه مختلفة الخليج. هذا ما أردت أن أكمل به، لكن عند كل دولة ليس فقط الخليج، هنالك خصوصيات وطنية بطبيعة الأجندة الوطنية، بطبيعة هنالك دول متقدمة في مجال أكثر من مجال آخر، فالمطالب تتجه لمجال آخر. أنا لا أعتقد أن هنالك استثناء في كافة الدول الأعضاء في جميع الدول العربية، ولكن طبيعة الأزمة أو طبيعة المطالب تختلف من حالة إلى الأخرى. لا أقول الخليج والآخرين، تختلف بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتركيبة المجتمعية والإرث السياسي الثقافي الاقتصادي الاجتماعي في كل من هذه الدول. لكن التغيير مطروح من كافة الشعوب، وهو مطروح إذا بشكل خاص، إذا أردت أن أختصر بكلمة، هو بلورة عقد اجتماعي جديد أو تجديد عقد اجتماعي قادم بين السلطة وبين المجتمع في كل الدول العربية. هذه ظاهرة صحية ولا يمكن تجاهلها أو تلافيها، لأنه عند ذلك يصبح الثمن مكلف أكثر. بناء فكرة المواطنة شيء أساسي. هدي بدي أسأل، يعني أريد بعد الفاصل سوف أدخل بموضوع المواطنة، إذا ما كان هناك مشكلة مواطنة في الخليج العربي أم لا. أنا أتحدث عن المواطنة في العالم العربي ككل. فكرة المواطنة ضرورية، لأنه هي وهذا ما ركز عليه سمو الأمير تركي أمس، المواطنة. أعزائي المشاهدين، نتوقف في استراحة ثانية، نعود بعدها لمتابعة هذا الموضوع وما إذا كانت هناك مساحة للديمقراطية في دول الخليج العربي، إنما بعد هذه الاستراحة. مجددا إلى الحرة تقدم. دكتورة فخروز، سؤالنا تأسيساً على الحديث عن التغييرات التي يشهدها العالم العربي،
سؤالي هو برأيك رغم الاختلافات بين الدول الخليجية، أنت تعرفين أو تعتقدين بمساحة معينة للديمقراطية بدول الخليج؟ أعتقد بمساحة كبيرة لازم تصير، ليس معينة بسيطة جدا. نحن عبرنا المساحة البسيطة في العقد الماضي. أنا أتصور هناك يجب أن تكون مساحة معقولة. الجيل الشاب يريد مساحة كبيرة أيضا. نحن لا نتكلم عن أجيالنا. إحنا المشكلة وين؟ خلينا نكون المشكلة هي في عدم وجود مواطنة. هناك رئيس قبيلة، قبيلة النظام قبائل هو يأمر فيطاع. هذه النظرة القائد والرعية تختفي لازم. وركز الأمير تركي الفيصل على تعزيز مفهوم المواطنة. هنا مفهوم المواطنة هو المفهوم الحديث للمواطن الذي عليه واجبات وله حقوق ويجب أن يحترم كمواطن كفرد. هذه مش موجود في معظم الدول العربية. ليس هناك قضية، كما قال دكتور حتي، نعم، أنه نريد كل شيء أو لا شيء. هذه ليس كل شيء. هل يمكن الانتقال فورا وبسرعة من الأوضاع الحالية إلى أوضاع المواطنة على ما تعيشه الدول الغربية برأيك، أم أنه المطلوب أن يتم الانتقال بشكل تدريجي؟ هلكنا من التدريجي أستاذ، هلكنا من التدريجي. كل يوم ما في وقته ولسه ما صار. فقضية التدريجي وصلنا لحد الانفجار. جاء الشباب اللي ما ينتمي للعصر الماضي وشاف شباب الفيسبوك مثل اللي يسمونه، وشاف أنه شباب عنده طموحات أكبر من هذه الطموحات والمساحة من الحرية المسموحة له. لذلك الآن نعلم أن هناك دولة القانون. إحنا نروح نحضر مؤتمرات the rule of law لازم يكون سيادة القانون موجود في كل مكان، والآن يعمم في كل مكان. وهناك منظمات دولية تحاسب حكوماتنا، منظمات حقوق الإنسان تحاسب حكوماتنا، منظمات المرأة تحاسب أين وصلتم من المرأة. هذه الدول الصغيرة أو الكبيرة وقعت على بيانات. أنتم في البحرين قطعتم خطوات متقدمة ومتقدمة جدا وقبل معظم الدول، نعم، الخليجية. نعم. طب ماذا أدى ذلك؟ يعني إذا نطلع اليوم الوضع البحرين هو، نعم، الدولة الخليجية الأكثر، أيوة، اضطرابا مثلا. أيوة. قطعنا شوطا كبيرا في إنشاء المنظمات الحقوق، المنظمات كلها على جميع المستويات، منظمات المرأة وحقوق الإنسان وغيرها وغيرها، 500 تنظيم صغير أو كبير موجودين عندنا. لكن الأساس اللي هي قضية الدستور، دستور 72. تعرف أن البحرين مرت، يعني لازم بس نص دقيقة بالنسبة لل 75، من عام 75 إلى 2001 كانت البحرين تعيش تحت وضع القانون الطوارئ، emergency law. جاء العهد الجديد اللي يسمى العهد الزاهر، وما أعرف ليش سموه العهد الزاهر، لأن في خلال سنة وضع دستور يضع فيه غرفتين، واحدة المفروض للشورى، واحدة معينة. المعينة هي التي الآن تفتي وتشرع مع فصارت القضية كلها في يد الدولة. فبقينا 10 سنوات نطالب. أنا سؤالي تأسيسا على ما ذكرته الدكتورة في موضوع دولة القانون أو الدخول إلى دساتير واضحة ومؤسسات أبو القوانين هو الدستور. صح. سؤالنا وهنا يعني يطرح، المملكة العربية السعودية وهي أكبر دولة خليجية، ألا يعتبر ذلك صعب التحقيق في المستقبل القريب، حتى لا أقول المستقبل البعيد، إنما بالوقت الحاضر أنت دكتور حتي ما بتلاقي من الصعوبة بمكان الانتقال بالمملكة العربية السعودية اليوم من أوضاع الحالية إلى دولة ملكية دستورية على غرار الباقين؟ شوف، أعود إلى فكرة التدرجية، وربما أختلف مع الدكتورة ما ذكرت أنه في عملية تراكم. إذا نظرنا إلى أي دولة حاليا مع الماضي هنالك الكثير من التحول، قد يكون بعضه إيجابي وبعضه غير إيجابي. أنا دائما عندما نتحدث عن ديمقراطية أستعمل تعبير الدمقرطة للتدليل على عملية تحول وعلى مسار وعلى الانتقال مع الوقت. وهذا قد يتم في خضات كبيرة
من المجتمع الأهلي حيث الانتماءات أو الأولية primordial loyalties هي الحاكمة، إلى المجتمع المدني حيث انتماءات الثانوية ليس لتهميشها إنما انتماءات الخيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. هذا الانتقال هو دليل انتقال من حالة مجتمع مفكك بشكل ما، خاصة عندما يكون مركب من أطراف مختلفة من هويات أصلية مختلفة، إلى مجتمع مندمج، وهذا شأن أساسي لتأمين استقرار وتأمين شرعية يستند إلى هذا الاستقرار. هذا أعتقد ينطبق على الجميع، لكن عندما أعود للتحدث عن خصوصية كل بلد سواء في الخليج أو غير الخليج، لأن هناك تشابه بين بعض دول الخليج مع دول عربية أخرى واختلاف مع بعض دول عربية أخرى، أتحدث عن هذه المسارات التي في تقديري المتواضع جدا أنه لا يمكن إيقافها. هذا سنة الكون، هذا التغيير سنة الكون، لكن كما قال أحدهم أنه قليل جدا ومتأخر جدا. في مكان آخر عندما سأل جان دانيال بورقيبة رأيه في 93 اتفاقية أوسلو قال له هذا الكلام. هذا ينطبق في كل زمان وفي كل مكان. تعبير كان تروب تروتار، تو ليتل اند تو ليت في بعض الأمور، يعني تصبح التكلفة أكثر. الحكم قليل ومتأخر. أنا في رأيي، أنا في رأيي دائما الحكم هو استباق الأزمات، وعندما تكون هنالك مطالب شعبية لا أعتقد أن المطالب تعني في نهاية الأمر أنه ب 24 ساعة تتم هذا الأمور أو في شط بقلم. المقصود هو الدخول في عملية تغيير وعملية مشاركة. أنت دكتور حتي الحوافز، هذه الحوافز أو التقديمات المالية والاقتصادية التي أعلن عنها العاهل السعودي، أنت برأيك تحل جزء من المشكلة أو تعتبر يعني نوع من تأجيل المشكلة؟ شوف، أنا أقول دائما عندما تكون هنالك حوافز ومساعدات هذه أكثر من ضرورية. أنا أتحدث عن صورة شاملة في المنطقة العربية، وأعتقد هنالك قد اختلافات قد تكون جزئية بين حالة بين مشهد عربي، مشهد وطني عربي ومشهد آخر. المطالبة هي في عملية مشاركة، مشاركة سياسية كعنوان عام. دعني أبتعد عن تعبير ديمقراطية وأقول المشاركة السياسية في صنع اليوم وفي صنع الغد، في قرار اليوم وفي قرار الغد. هذه لها أشكال مختلفة. المطالبة ليست فقط في العالم العربي بالخبز رغم أهمية الخبز، أي العمل ومشكلة البطالة وكذا، لكن هي المطالبة بأكثر من ذلك، هي المطالبة بالمشاركة. لذلك عندما تحدث عن عقد اجتماعي جديد، العقد الاجتماعي الجديد لا يلغي السلطة القائمة، لا، بل أنا في تقديري يعزز القاعدة الشرعية للسلطة القائمة مع أحداث تغيير. حجم التغيير، مدى التغيير يتبع قنوات معينة مختلفة. ومرة أخرى أؤكد، ليس لتلافي حديث عن دولة، أن هنالك لا توجد وصفة جاهزة تسقط عبر الزمان وعبر المكان في كل مكان. حالات الجمهوريات العربية، انتهينا من الجمهوريات الوراثية عمليا، يعني المسار انطلق انتهاء من الجملوكيات، الجهوريات الملكية، يعني بعد في يعني هناك لا انتهى الفكرة، يعني دخلنا في عملية تغيير، انه ما فيك بكرة تقول انا ابقى رئيس 500 عام وتغير دستور وتعطي لزريتك. في الملكيات اعتقد سندخل في عملية دسترة، اتحدث عن دسترة كمان ايضا بخطوات مختلفة ضمن سياق مختلف. نعم. تحافظ على النظام، لا تلغي النظام، لا تشكك في النظام. على فكرة المفارقة الأساسية، قد لا يعجب هذا الكلام بعض الثورويين أو بقياهم، أن الوضع في الجمهوريات أخطر، لأنه ما حدا عم بيشكك في شرعية الملكيات القائمة، إنما الخلاف هي مطالبة تحت هذا السقف وفي هذه الدسترة. إنما في الجمهوريات تطرح أسئلة حول جمهورية برلمانية رئاسية مطلقة، هنالك حوار دائر في مصر، وتدرك أن هنالك حوار في تونس وأن تم الاتفاق. يجب، يعني هذه أمثلة مهمة أن نخدم عن اعتبار إقامة ما يعتبر انتخاب مجلس تأسيسي. أي نظام نريد؟ لأنه أنت تدرك وأنا أدرك، نحن أنا لست أستاذ في القانون الدستوري، إنما هنالك أنظمة مختلفة تحت عنوان الجمهورية. لكن في رأيي هذان المساران التغييريان التحويليان انطلقا في العالم العربي، انطلقا في العالم العربي. والخليج العربي برأيك؟ الخليج جزء من العالم العربي، غير مستبعد. نحن جزء من العالم العربي ولكن أؤكد على الخصوصيات، ليس لتبرير سياسات، بالعكس لإلقاء مزيد من الضوء. المشترك هو حالة التغيير. الخصوصية ضمن كل بلد، حتى لو بلدان متجاوران هناك خصوصيات مختلفة. هنالك بلد عنده أزمة اقتصادية سيدي، هناك بلد عنده أزمة بطالة. نوم حذرنا فقط نقطة أساسية، من 10 سنوات تقارير اليو ان دي بي تحذر وشاركنا فيها ومعها من موضوع انفجار القنبلة الديموغرافية. 50% من العالم العربي تحت 24 سنة، هذه مشكلة أساسية. هنالك حالة صدام ما بين الديموغرافيا والتنمية، التنمية الكسولة، التنمية الهامشية في العالم العربي.
ماذا تفعل بهؤلاء الشباب؟ طب هنا دكتور فخر بالخليج الأجيال. هوة الأجيال هنا على صعيد القنبلة الديموغرافية أن تنفجر. هناك في مشكلة العمالة. نعم. بمعنى العمالة الأجنبية نعم. تأخذ مكان السكان المحليين. نعم. طب هل الخليج بصدد التفكير الجدي بهذا الموضوع لتوطين العمالة؟ طب توطين العمالة الأجنبية يعني صارت الحين. بس البحرين اتخذت خطوات كبيرة لتدريب العمالة المحلية، وكان في يعني مشروع برنامج كبير التجار ساهموا فيه، مش الحكومة بس. سؤال يعني هل صحيح أنه عملية التدريب أو غير التدريب الفورة التي عاشتها حقيقة عاشتها منطقة الخليج اليوم نحن بوضع أقل من السابق، هل تستطيع العمالة المحلية على مستوياتها كافة أن تلبي الحاجات المطلوبة، أم أن لا يزال من المطلوب ومن الضروري استخدام عمالة؟ لأن هناك توسع في التنمية، فلا بد من استخدام عمالة من الخارج لبعض المهن. بس في مهن بسيطة جدا، في مهن جيش، ليش ما تحطون مثلا أتكلم عن البحرين مثلا مهن نعم. يعني أفراد من الجيش، أفراد من الحرس، أفراد من الداخلية، ليش ما تحطون عمالة محلية وهم أدرى يعني ما أهل مكة أدرى ما السبب دكتورة فخر؟ عدم ثقة النظام بشعبه، عدم ثقة الأنظمة بشعوبها. وأنا أتصور هذا ليس موجودا في معظم دول المنطقة، يعني نلاحظ أن في السعودية في سعوديين في كل مكان، لكن في البحرين لي إنما فقط الاستعمال يعني الاستعانة بالعمالة السنية، وهذا شيء سيء. هلأ سوف أدخل بعد الفاصل سوف نعم. أدخل بتفصيل الموضوع البحريني، وحتى أريد أن أعرف رأي دكتور حتي بهذا الموضوع. نعم. أعزائي المشاهدين نتوقع في فاصل الأخير، نعود بعده إلى الحرة تقدم، وسوف ندخل بآخر التطورات في البحرين، فابقوا معنا. من جديد أعزائي المشاهدين إلى الجزء الأخير من الحرة تقدم مع دكتورة منيرة فخرو والسفير نصيف حتي. دكتورة فخرو بدي أدخل بما يجري آخر تطورات موضوع البحرين. أنت برأيك درع الجزيرة ودخولي إلى البحرين هو دخول إلى النفق أم خروج من النفق؟ أنا أتصور دخول إلى النفق، وهو صحيح جزء من نحن جزء من مجلس التعاون، لكن درع الجزيرة كما نعلم هو للهجوم الخارجي، مثل ما راح درع الجزيرة وساهم في الحرب على تحرير الكويت، لكن ما سمعنا أن في حركة داخلية، حركة مطلبية أن يأتي درع الجزيرة لتعزيز موقف الحكومة. يعني كأن المنطق أعياهم فلجأوا إلى القوة، لا يوجد هناك منطق. فدرع الجزيرة دكتور وأنا ذكرت أن درع الجزيرة نرحب بإخواننا بدون أزيائهم العسكرية، نرحب بهم بلباسهم المدني، أهلا وسهلا فيهم في البحرين. يا دكتورة ما بتعتقدي أنت قضية درع الجزيرة هي قضية يعني شعر المملكة العربية السعودية أن هناك تهديد وتهديد مباشر للأمن في المملكة العربية السعودية، وبالتالي تم يعني القضية تتجاوز ما يمكن أن يحصل في البحرين إلى الأمن السعودي؟ أنا أتصور ليس فقط الأمن السعودي، ممكن أتحدث عن الأمن الخليجي بصورة أشمل. أنا في رأيي لا أحد في البحرين ممكن مش بس يحاول أن يتجرأ للإخلال بالأمن السعودي. الأمن السعودي هي قضية كبيرة، ولا السعودية بتسمح لأي أحد أن يخل بالأمن السعودي، وهذه عودتنا المملكة العربية السعودية على هالشيء. فما أتصور في إخلال بالأمن السعودي، إنما أنا في رأيي أن هذه الإصلاحات إذا حدثت في البحرين فممكن أن تشجع الإصلاحات في المملكة العربية السعودية، سواء عن طريق الشيعة أو السنة أو غيرها. يعني أنا ما أتصور بس إنما يعني نكون كمان فقط للموضوعي، إنه استمعنا إلى شعارات أطلقت في البحرين تتحدث عن جمهورية البحرين،
تتحدث عن جمهورية البحرين الإسلامية. الإسلامية. يعني ليس فقط العملية كانت عملية تعديل نعم. دستور. طب للأسف يعني الشديد. ما شو الغالبية. بدي جواب. أنا أقول لك الجواب عن هذا الموضوع. أنا أقول لك الجواب. هناك جمعيات سياسية مختلفة. الجمعية الكبرى في بالنسبة للجمعية الشيعية الإسلامية اللي هي الوفاق طرحت مملكة دستورية. نعم. والرئيس الأعلى الديني للشيعة في البحرين طرح الشيخ عيسى قاسم طرح المملكة الدستورية. هناك جمعيات صغيرة جدا جدا طرحت مثل ما تقول القضية جمهورية إسلامية. فإحنا كنا في صراع وياهم في الدوار كنا نروح من سينضم تحت لواء الجمهورية الإسلامية ودائما نقول لهم هناك طائفة سنية نحن لا نريد الجمهورية الإسلامية ولا هم يريدون كانوا الشباب الشيعة يقولون خلي يجي الشخص حسن مشيمة اللي كان موجود في لندن لتهدئتهم لما دخل شفنا أثارهم أكثر ونحن هنا يعني مثل ما تقول أخذ الموقف هنا حدثت المشكلة هنا حدثت المشكلة الجميع وأنا في رأيي حتى السنة طرحوا قضية مطالب يمكن ترأسهم شخص ديني ولكن على الأقل كما ذكر لي رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد رئيس جمعيتي قال معليش خلي يطرح له هو يعني زعيم ديني ولكنه حرك السنة نريد السنة أن يتحركوا كي يطالبوا بقضاياهم بمواقفهم يطالبوا بالدستور بكل الأشياء السنة بالنهاية أقلية عدنا نفس المشاكل التي تعاني منها الأقليات في بقية الدول بدي أعرف رأي الدكتور أحلك بجملة عفوا مختصرة جدا يعني أخوي أنه الانسداد دائما يساعد التطرف يمكن توظيفه للمتطرفين والانخراط يساعد أو يدفع إلى محاصرة التطرف أنا لا أتحدث عن حق سيادي لدولة أن تدعي قوات من دولة أخرى ضمن إطار تعاون لكن هذا ربما رسالة أيضا إلى مخارج إيران ما هو خارج البحرين في الوضع في المنطقة يعني حوار استراتيجي ردعي غير مباشر لكن أنا في تقديري أراهن على الحكماء في البحرين لإحداث تسوية داخلية إصلاحية تنزع فتيل الانفجار وتنزع خاصة قدرة المتطرفين على استعمال هذه الورقة لتوظيفها في الخارج أنا من بلد نعرف كنا حكينا مرة على نموذج المصعد أنه القضية في الدور الأرضي هي قضية داخلية هنالك دائما من يحاول أن يعبث بها ما فيك تعزل كليا لكن تحاول تفكيك العنصر الداخلي عن العنصر الخارجي تعالج الداخلي فتمنع الصعود إلى الدور الأعلى الإقليمي ولا قدر الله إلى الدور الأعلى الدولي بدي أرجع لهذا الموضوع معك لحظة بس دكتور حتي بس في سؤال بس باختصار إذا أمكن بسبب ضيق الوقت في يعني مخارج للموضوع البحريني ما هي إذا أمكن هيك بشكل واضح بشكل واضح برأيك مخارج الوضع اليوم بالبحرين ما هو العودة إلى طاولة الحوار يترأس الجانب الرسمي ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد يا دكتورة فخر وهيدي قضية طاولة الحوار في لبنان نشهد الكلام عن طاولة الحوار عمره أكثر من 30 سنة نعم. وطاولات الحوار التي أنشأت بدي أدخل بتعليق سريع فقط أنا تفضل تفضل يعني لا أدعي فهم الموضوع البحريني لكن نعم. لبنان للأسف اليوم الحالة اللبنانية تختلف عن حالة البحرينية ما زالت داخلية بمجملها الحالة اللبنانية صارت معربة ومؤقلمة ومدولة وصارت طاولة الحوار كأنك قاعد بكل صراحة إما في جامعة دول عربية أو في منظمة المؤتمر الإسلامي أو في الأمم المتحدة دكتورة فخر أنت تعتبري أنه الحل هو العودة إلى طاولة الحوار مع الغالبية الشيعية اللي يترأسها الشيخ سلمان علي السلمان نعم وبمباركة شيعية نحن لازم يعني أنا يعني هذا الواقع يعني مباركة طبعاً شيعية طبعاً 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 طائفية دينية رئيس الطائفة سماحة الشيخ عيسى قاسم والخروج بوضع يقبله الجميع بدي أرجع قبل أن ندخل بموضوع النووي الذي طرحه الأمير تركي الفيصل يعني التسلح يعني أعلن هيك بشكل واضح وهذا موضوع أساسي حاليا أعلن بشكل واضح رغبة بالتسلح نووي برأيك في كلام نقلته
عن رئيس وزراء القطري ويكيليكس الوثائق التي كشفت عم بيقول تطور السياسي العسكري في الخليج العربي كشف التكاذب المتبادل بين الدول العربية وإيران. أنت برأيك انكشف الموضوع؟ يعني خلي أقول بما أنه أنا دبلوماسي أيضا مش حقول تكاذب لكن حقول بطبيعة الأمور أنت تقدم رأيك كسيلزمن يعني تقدم رأيك في موضوع نحن ندرك يعني أن ما يقوله بس أنت تعترف أنه كان في تكاذب متبادل بين العرب والإيرانيين يعني بين لاسية ما بين الخليجيين والإيرانيين على الأقل أقول بين العرب أكثر والإيرانيين يعني بطبيعة الأمور هذه العلاقات ولذلك أنا بلحظة بسيطة دعيت منذ فترة طويلة إلى إقامة حوار مباشر مع الإيرانيين يعني لماذا قد تعقد صفقة يوما ما أمريكية إيرانية على حسابنا لماذا لا نتحاور لماذا ممنوع نحكي إذا تحدثت مع الإيرانيين لا أعني يعني ذلك أنني صحيح. مع الإيرانيين يعني الانخراط في حوار مع الآخر إيران جاري أنا بحترم الجغرافيا جغرافيا إيران جاري وهناك أمور أخرى تجمعنا وهناك أمور كثيرة تفرقنا أنا دعوت من زمان كمواطن أتحدث إلى هذا الحوار لكن ما في موقف عربي موحد بالحد الأدنى الممكن لنكون صريحين وبالتالي إيران تستفيد من هذه الأمور ولكن المطلوب لأنه أيضا ليس لمصلحة إيران أن تخلق حالة رعب عند بعض العرب أو حالة قلق عند بعض العرب الآخر صحيح. أو أن تعطينا دروس لا أريد أن أعطي دروس للإيرانيين يعني البارحة إيران كان عندها أيضا انتفاضة ومن تحدث عن تلك الانتفاضة اتهمون بكافة بأسوأ النعوم في إيران وبالتالي يعني ليست في موقع إعطاء دروس ما فيش أحد في موقع إعطاء دروس لأحد آخر في هذا المجال لنكون صريحين صحيح. ما فيش أحد في موقع إعطاء دروس لأحد صحيح. آخر في هذا المكان وبالتالي الحوار الانخراط لا يعني التسليم برأي الطرف الآخر بل إفهام الطرف الآخر أنه تعال يا أخي نتفاهم ماذا يجري في الماضي بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة تحاورا وتوصلا إلى ما سمي بس هذا يعيدني دكتور حتي إلى موضوع توازن القوى يعني أي حوار يحتاج طبعاً. إلى ولذلك قلت بلورة موقف عربي لكن عدم الحوار لا يعني أنه تستطيع طبعاً. أن تمنع يعني استراتيجيات إيرانية إذا كان عندك هذا مشكلة هذا إيرانية هذا يدخلنا إلى ما طرحه الأمير تركي الفيصل من الرغبة بالتسلح النووي يعني فيما لو قال سمو الأمير فيما لو يعني لم يرد على مشاكلنا ومخاوفنا في المنطقة إيه إنه بمعنى طبعاً إذا طبعاً لم يتم وقف المشروع النووي الإيراني والإسرائيلي قبل ذلك إذا أكملنا يعني عفوا هذا موضوع عملت عليه منذ 30 سنة العرب منذ 74 يطرحون إقامة منطقة شرق أوسط خال من كافة أسلحة الدمار الشامل أنا في حوارات عديدة لا أبرر ذهاب إيران في منح نووي يقول البعض أنه نووي عسكري سأسلم جدلا بهذا الأمر وإيران عضو بالإنترناشنال أتوميك إنرجي إيجنسي وتخضع للأم بي تي ولكن مقابل هذا الشيء يعترف الجميع أن إسرائيل عندها على الأقل 200 رأس نووي أنا يا أخي أحترم مخاوفك وقد تكون مخاوف مشتركة فعليك أنت أن تحترم مخاوفي من إسرائيل يعني ما ممكن نشتغل المشكلة بنرجع السؤال اللي طرحته قبلا يا أنت برأيك كندا تشغل بالا من وجود أسلحة نووية بأمريكا؟ العلاقات يعني هذه النقطة علينا أن نوضحها بمعنى أن الكندي لا يشعر بقلق طب اسمح لي جاوبك لأنه العلاقات متينة مش لأنه نظرية دولة ديمقراطية لأنه الطرف الوحيد اللي استعمل النووي في الماضي في الحرب العالمية الثانية هو كان دولة ديمقراطية دولة وإسرائيل إذا شئت أن تقول دولة ديمقراطية فلماذا تحتفظ بخيار شمشوم الاستراتيجية الإسرائيلية واضحة منذ أيام بيغن لن نسمح بإدخال العنصر النووي إلى المنطقة ونحن وحدنا ندخله أنا يا أخي قلق من إسرائيل أنا في صراع مع إسرائيل أنا معك 100% العلاقات الكندية الأمريكية ليس لأن دول ديمقراطية لكن لأن دول صديقة وصلت إلى ما community of interest جماعة من المصالح يوم يتم سلم بيننا وبين إسرائيل سيبقى الشأن النووي أنا لا أرضى أي دولة أخرى أن يكون هناك حالة من إعدام التوازن معها يا أخي من حق هذا الأمر بدي رأيك بالموضوع معي أقل من دقيقة خاصة بعد ما حدث في اليابان يمكن اقتراح سمو الأمير تركي الفيصل زين أن إذا لم تحرك هذه الدول ساكنا بالنسبة لإيران وبالنسبة لإسرائيل فلنكن كلنا نوويون لكن أنا أيضا لا أؤيد ذلك كما رأينا في اليابان الدولة المتقدمة جدا وما حدث لها مع التسونامي والزلزال والمصايب الأكبر اللي قاعدت هي علشان أنا ودي أن العالم كله ينتهي من المفاعلات النووية أنا إذا أتحدثت عن إيران أتحدث قبل ذلك عن 200 على الأقل 200 رأس نووي إسرائيلي معلن في استراتيجية بدأت طبعاً تتضح طبعاً. والولايات المتحدة تقول بذلك منذ اتفاق نيكسون جولدا مير أنت لا تقول علنا وأنا لا أعلق أول شيء أنا بشكرك نصيفتي على هذا اللقاء أشكرك أيضا دكتورة منيرة فخرو
أعزائي المشاهدين نشكر حسن متابعتكم هذه الحلقة من الحرة تقدم، على أمل اللقاء معا في حلقات قادمة. تصبحون على ألف خير.